شكراً على الاهتمام. أولاً اهتمام إعلامي، لأن أي تظاهرة بدون اهتمام إعلامي تكون ناقصة الأهمية، فشكراً لكم على هذا الاهتمام المهم. بالنسبة للندوة المعروضة الآن تهم تطوير الاهتمام بالمجالات التجارية والاقتصادية بصفة عامة، بانفتاح المغرب على جميع المؤسسات التي يمكن أن تفيد في تطوير الاستثمار في المغرب وفي تنويعه وتجويده. ودور المحاماة هو تسويق أهمية الترسانة القانونية المتطورة جدا التي عمل المغرب وظل يعمل وما يزال على إعدادها. وبالفعل الآن نتوفر على إطار قانوني جاهز على المستوى الدولي، له مكانة محترمة وضامن لكل أنواع الاستثمار في المغرب. طبعا لا بد من التعريف على مستوى رجالات القانون وعلى مستوى كل المهتمين بهذا المجال، وأيضا حتى يتمكن الفاعلون الآخرون الاقتصاديون بأن يلعبوا دورهم من جهة لإنعاش ولتطوير هذه المنظومة، وحتى نكون في مستوى عند حسن ظن مجتمعنا وشعبنا. ندوة اليوم التي ينظمها الاتحاد الدولي للمحامين ونقابة المحامين بمراكش، والتي تعريف مشاركة مكونات السلطة القضائية ممتلئة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وفاعلين حقوقيين وأكاديميين وأساتذة جامعيين، هي مناسبة لتسليط الضوء على الدور الذي ينبغي أن تلعبه القاعدة القانونية في تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية، وكذلك هي مناسبة أيضا لتسليط الأضواء على الأدوار التي ينبغي أن تلعبها وتطلع بها مختلف مكونات العدالة، في مقدمتها الدور الذي يقوم به القضاء في مجال لحماية النظام العام الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية التي تسعى بلادنا لتحقيقها تحت القيادة الرشيدة لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله. أكيد على أن هذه الندوة تكتسي أهمية كبرى، على اعتبار أن المؤسسات المهنية للمحاماة سواء الوطنية أو الدولية كما هو الحال في هذه الندوة التي تنظم من طرف هيئة المحامين بمراكش بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحامين، هي أساسية ومهمة، لأن المحاماة تطورت وأصبحت لها مجموعة من الأدوار الأخرى، لم يعد فقط ذلك تلك المحاماة ذات الطبيعة التقليدية ذات الطبيعة الرمزية، ولكنها أصبحت تساهم في بناء الثروة وفي النماذج التنموية. انطلاقا من هذا الأمر إيجابي على أن تكون هناك تلاقح بين التجربة المغربية والتجارب الدولية من أجل أن تكون هناك خلاصات وتوصيات تحدد الدور المفترض الذي يمكن أن يقوم به المحامي في دعم الاستثمارات وفي جلبها. وأكيد على أن المقاربات متعددة، اقتصادية، مالية، قانونية. الشيء الذي شيج على الندوة ذات أهمية كبيرة في توضيح المفاهيم وفي تحديد أين وصل المغرب أو المحاماة في المغرب من هذه المنظومة الدولية التي يساهم فيها المحامي بقوة وبجودة وبنجاح وفعالية أكثر.